بفقرتنا الأخيرة لليوم من مشوارنا بصباحك مسك رح نحكي عن ضيفة مميزة صراحة، فمن دراستها للهندسة الغذائية وصناعة البتروكيماويات وانتقالها لشغفها بتنظيم المناسبات والبازارات والحفلات وحتى الصباحيات، سيدة سورية موهوبة استطاعت أن تضع بصمتها المميزة بمشروع ريادي شاب هدفه بناء مجتمع متكاتف في بلاد الغربة بأيادي سيدات عربيات وتركيات. نستضيف السيدة المهندسة مدى الدروبي منسقة ومنظمة مناسبات وبازارات. يسعد لي أوقاتك ست مدى. السلام عليكم، الله يسعد صباحك يا رب، صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي باش مهندسة. بداية نحكي عن مشروع سرايلا الوليد الجديد، هو من إعداد وتنظيم السيدة مدى، لو نتحدث عن هذا المشروع، لكن بداية نعطي لمحة للمشاهدين والمستمعين عن باش مهندسة مدى الدروبي. شكرا على التقديم الجميل، الله يسعد صباحكم جميعا. أنا مدى الدروبي مهندسة غذائية، درست هندسة بتروكيميائية في سوريا واختصاص هندسة غذائية. عملت كنت ساكنة بدبي لمدة 10 سنوات، كنت أعمل بالإشراف الغذائي ومراقبة الجودة. حاليا لما أجيت على اسطنبول تقريبا من 3 سنوات، يعني حبيت أنه نبدأ بمشروع سراليا، لما لقيت كتير سيدات مبدعات موجودين هون تعرفت عليهم ولقيت عندهم كتير ما شاء الله يعني أعمال يدوية رائعة، لكن للأسف ما كانت عم توصل لشريحة كبيرة من المجتمع. وأيضا على المستوى الاجتماعي بصراحة لما لقيت سيدات بيعرفوا بعض من زمان ولكن ما عم بتصير لهم فرصة أنهم يلتقوا، فالحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل، وبعدين بشغفي خلينا نقول بالعلاقات الاجتماعية قررت أنه نطلق مشروع سراليا. طيب مهندسة مدى، دعيني فقط أستفسر عن نقطة مهمة. الآن أنت اشتغلتي في دبي 10 سنوات مراقبة الجودة كمهندسة غذائية وبتروكيماويات، كيف استطعتي أن تستفيدي من هذه الخبرة في مشروعك سراليا؟ سبحان الله، يعني مراقبة الجودة والإشراف الغذائي كتير له علاقة بموضوع التنظيم وأنه يكون الواحد دقيق وأنه يشوف المخالفات. نعم. ويعني هي خبرة التدقيق خلينا نقول والدقة والتنظيم كتير عطتني صراحة دفع للأمام بموضوع التنظيم. أيضا أنا بسوريا كنت دائما متطوعة بفضل الله عز وجل بالجمعيات النسائية، مع أنه كنت لسه من 11 بدأت تطوعي بالمجتمعات بالجمعيات النسائية، مثلا جمعيات رعاية المعاقين، جمعيات ما شاء الله. تسمعينني مهندسة مدى؟ باش مهندسة تسمعينني؟ لما يبدو فقدنا الاتصال غالبا، يعني إلى أن فقدنا التواصل مع المهندسة مدى، لعله يتم إعادة التواصل معها ونكمل حديثنا. ما شاء الله تبارك الله، جميل أن يكون الشخص ويستثمر شغفه، يعني هنا في إسطنبول أنا أراها فرصة رائعة وجميلة وخلاها بالاستثمار هذا الشغف. شخص درس ما شيء ما اشتغل فيه، لكن لما جاء إلى هنا هو أصلا عنده شغف بالضبط. فوجد أنه يستطيع أن يستثمر هذا الشغف في إنشاء مشروع يجد فيه نفسه يخدم فيه الآخرين. إن شاء الله نستطيع أن نستكمل مع المهندسة مدى لنرى كيف استطعت أن تحول هذا الشغف إلى هكذا مشروع تجد فيه نفسها وأيضا تجمع الآخرين من حولها. بالفعل مشروع سراليا يلي ما بيعرف عنه إن شاء الله يا رب يكون عم يجهز الاتصال، عم نرجع نحاول. هو مشروع لغاية الأهمية لأنه عم تحاول بالفعل تجمع كل شيء. نحن عم نسمع كتير بازارات، نحن كسيدات عم نسمع كل يوم والتاني في بازارات عم يكون مقامة بمختلف المناطق بمختلف الأماكن، لكن للأسف عن جد ما عم يكون في تعاون بين السيدات هنا بذات نفسهم اللي عم يكونوا قائمين بالبازار. هيك مشروع بينزل ضمن تنظيم واحد بإشراف سيدة واحدة وإدارة سيدة بيكون قائم عن جد بشكل سلس أكثر وبشكل أسرع أكبر. على ما يبدو صارت المهندسة مدى جاهزة، تفضلي أستاذة مدى. أستاذة مدى تسمعينني؟
بوضوح. جميل جميل جدا. طيب نحن كنا تحدثنا وكنا ما زلنا نتحدث عن كيفية استثمارك للخبرة ومشاريعك التطوعية التي قمت بها في سوريا في إيجاد شغفك هنا في هذا المجال. الآن السؤال أنه هكذا شيء أستاذ مدى يتحتاج إلى جهد تخطيط وقت كثير لإبراز هذه يعني إبراز بازار سيراليا بأفضل صورة ممكنة. كيف يستنزف إن صح التعبير أو يأخذ من وقتك؟ دعيني لا أقول يستنزف. نعم. هذا الأمر صراحة فعالية سيراليا بتبان للحضور هي عبارة عن 4 ساعات، ولكن هاي 4 ساعات يسبقها من العمل تقريبا بين 100 إلى 150 ساعة عمل صراحة من فريق سيراليا. فمعقول تستهلك هذا الوقت؟ كتير معقول. هلأ أكتر حدا عرف قد بتستهلك هذا الوقت وقد بتستهلك جهد هن السيدات اللي كانوا مشاركات في سيراليا، سواء من الحضور أو من المشاركين كرائدات أعمال وحبوا الفكرة وقرروا ينفذوها، تفاجأوا بكمية العمل والجهد اللي لازم يبذلوه. ليه بسراليا ناخد كل هذا الوقت؟ صراحة نحن بسراليا بنعطي لكل تفصيل فيها أولوية، يعني جميل. مثلا من اختيار المطعم والاتفاق مع المطعم، من رائدات الأعمال وتنظيم مكان بالفعالية، من تنظيم فقرة رفع الوعي المجتمعي. نحن ما بعرف أنا إذا حكيت لكم بداية أنه سراليا عبارة عن حلقة تكافلية متكاملة. دائما عنا بسيراليا 3 أشياء بنعملها. الشيء الأول وهو الأساس اللي يعتبر من أهم أهداف سيراليا هو نشر الوعي الثقافي بالمجتمع بين السيدات المجتمع العربيات هون باسطنبول. دائما عنا فقرة توعوية ثقافية أو اجتماعية أو طبية لرفع مستوى الوعي السيدات الموجودات هون. ثانياً عنا طبعاً الفطور أو الغداء بأنسب الأسعار، دائماً بنحاول نعطيه أولوية إنه يكون مناسب وسعره مدروس ومناسب للسيدات. والشيء أيضاً المهم جداً هو بازار لرائدات الأعمال المتميزات اللي نحنا كان من قبل موجودة عندهم، يعني في منهم كانوا بادئين مشروعهم ولكن لم تكن منتجاتهم يعني واصلي لشريحة كبيرة من المجتمع. فنحن بسيراليا عززنا وصول منتجاتهم لأكبر شريحة ممكنة. جميل. وأيضا خلق فرص عمل لسيدات تانيات، يعني هني كانوا مبدعات عندهم ما شاء الله الموهبة ولكن ما كانوا عارفين كيف يوصفوها كيف يعرضوا أعمالهم. أنا كتير عندي الحمد لله فضل من الله، يعني حاليا نحن بسيراليا 11 كتير من سيدات أعمال ورائدات أعمال يعني بدأوا مشروعهم هني هيك مثلا أنه هل معقول مثلا يمشي الحال، تواصلوا معي مثلا أنا بعرف أعمل هيك بعرف أعمل هيك، ممكن إنه بيع، ممكن يعني بيستغربوا بفضل الله ما شاء الله قدي لاقت أفكار النجاح. جميل جدا. ويعني قالوا لي مثلا الحمد لله طبعا هذا قدروا ينتشروا ويحققوا انتشار، قدرنا ننتشر انه انا حسوا حالهم انهم عم بيقدروا يعملوا شيء في المجتمع. وهذا الشيء اللي انا كان هدفي هو بناء مجتمع متكاتف. نحن كسيدات عربيات موجودات باسطنبول قادرين نحقق لبعض، نخلق فرص عمل لبعض، نحقق مثل ما قلنا تعزيز وصول منتجات بعض لبعض، وكمان نعطي فكره للمجتمع التركي انه نحن كسيدات عربيات موجودين هون باسطنبول قادرات انه نكون نحن مبدعات سواء من ناحيه العمل اليدوي مثل ما حكيت او من ناحيه تنظيم الفعاليات، ونحن ممكن انه نكون ايد وحده اذا عرفنا نتكاتف مع بعض. ممتاز ما شاء الله. صراحه انا حابه اكسب الوقت، سمعت منك مدام مدى عن هلأ في بازار جديد لسيراليا وهو العلاقة بعيد الأم، نحكي شوي عن هذا البازار وكيف يقدروا هلأ العالم ينضموا ويحضروا هذا البازار. هلأ الحمد لله رب العالمين، نحن يوم الجمعة بمناسبة يوم الأم حبينا نعمل فعالية لتكريم الأمهات وإلقاء الضوء على نحن طبعا الأم من كريمة بكل الأيام، لكن أخذناها فرصة لحتى نلقي الضوء على الأم ومسؤولياتها وقديه هي مهمة بالمجتمع. طبعا كل ما هيك الحمد لله رب العالمين حجزنا بالنسبة لفعالية سيراليا من يوم الجمعة الحمد لله مكتمل تقريبا من يومين ما شاء الله. سواء على مستوى رائدات الأعمال والبازار سيراليا مكتمل وأيضا على الحضور. حيكون معنا نحن عادة عنا دائما
مثل ما حكيت مثلا شخصية متحدثة تتحدث لرفع الوعي، لكن هالمرة أنا حبيت الأمهات هن اللي يتحدثوا. جميل. عندي أمهات جدا متميزات، في عندي أم ما شاء الله كل أولادها حفاظ للقرآن الكريم تتحدث تحكي عن تجربتها، عندي أم لطفل حالي خاصة أيضا تتحدث عن تجربتها كأم وقد هي أصعب من غيرها، عندي جميل. أم أرملي ربت أولادها لحال. يعني أنا رح هالمرة رح أعطي الحديث للأمهات المشتركات بالحضور إنهم هني يحكوا، إن شاء الله حيكون لهم تكريم مميز بفعالية سراليا. طبعا نحن بكل الفعاليات عندنا دائما مسابقات وهدايا للحضور. جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله. هدايا مقدمة من رائدات الأعمال المشاركات بالبازار ومن الرعاة والمعلنين عنا بفعالياتنا. ما شاء الله مدام، مدى رائع هذا الموضوع ورائعة هالتنظيم لهالفعاليات اللي عم يكون بشكل مستمر من سراليا، وأكيد بإدارتك ما شاء الله والفريق الموجود معك. صار الوقت لنتشكرك صراحة على هالتجربة الجميلة، وإن شاء الله نتمنى لك المزيد من التوفيق. المدام والمهندسة مدى الدروبي منسقة ومنظمة مناسبات وبازار، يسعد اوقاتك وشكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا. الله يسعد صباحك، وصباحك يا رب. شكرا جزيلا.